احفظ الله يحفظ. قال ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم قال: وحفظ الله عز وجل للعبد، إذا حفظك الله فهناك نوعان من الحفظ: الحفظ الأول من الله للعبد أن يحفظ عليه دنياه فيحفظ نفسه وماله وولده وأهله، يحفظ الله عز وجل له ما يتعلق بمصالح دنياه. بل من حفظ الله، حفظ حدود الله وأوامره ونواهيه وحقوقه، حفظ الله ذريته من بعده، كل منا بطبع الإنسان إلا من شذ، بعض الناس شواذ ما سأل السلامة والعافية، يعني خارج عن هذا النطاق، بعض الناس لا يبالي بما يكون لأولاده بعد وفاته، لكن طبيعة الإنسان السوي ليس بالمريض، مريض القلب، الرجل السوي هو الذي يخشى على ذريته من بعده أن يضيعوا. فيحفظ الله عز وجل لك ذريتك بعد وفاتك. وتأمل حال اليتيمين المذكورين في سورة الكهف، ماذا قال عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لماذا أقامه الخضر وكان تحته كنز لهما؟ ما العلة؟ وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فبصلاح أبويهما حفظ لهما مالهما.